النايت جارد او الحارس الليلي، وده جهاز بسيط بيتعمل عند دكتور الاسنان، وده بيكون للحماية من اضرار الجز على الاسنان. وده شكل الجهاز بعد ما بيتعمل زي ما انتوا شايفين كده. قد بقى تمام، شيليها كده. ببساطة الجهاز ده بيتعمل عن طريق مادة اسمها الجينيت، وبعد ما بناخد المقاس ده عن طريق المادة دي للفك العلوي او السفلي، بعدين بيتصب جوه المقاسات دي مادة زي الجبس كده زي ما انتوا شايفين. لما بتنشف بتدينا شكل الفكين بالظبط، بحيث ان كل الاناتومي بتاع السنان ظاهر معانا. فوقيها بنحط حاجة اسمها بلاستيك شيت الشفاف، ودي طبقة شفافة بتتحط تحت درجة حرارة معينة، بحيث انها تدخل على فورمة الاسنان بتطلع شكل السنان الداخلي، واللي هو بيتعمل منه النايت جارد. وبعد ما ينشف كويس بيتشال الزيادات دي، بنبدأ نقص الزيادات دي، وبنكون خلصنا ونقدر نركبه للمريض بكل سهولة. والميزة في الموضوع انه بيكون شفاف ونفس لون الاسنان بالظبط.